كل مكان وله قصة. يكتبها أهل المكان وناسه. مع الوقت تصير ذكريات بعد ما كانت تاريخ وحضارة نعيشها ونجربها مع اللي نحبهم. أسولف لكم أكثر عن تفاصيلها في جولة سياحية متنوعة. أنا نيلة جناحي وبرنامج هني في البحرين. حلقة جديدة من برنامج هني في البحرين ومن أحد أكبر الجوامع في العالم، جامع أحمد فاتح الإسلامي. يعتبر الجامع منارة إشعاع إسلامي في مملكة البحرين، وتم افتتاحه في عام 1988. سمي جامع الفاتح بهالاسم نسبة إلى أحمد الفاتح المؤسس الأول لدولة البحرين، ويعد من أكبر الجوامع حول العالم. تم تصميم قبة الفاتح من الألياف الزجاجية اللي تسمح بدخول الضوء بهالشكل الجميل، ويشيل الجامع أكثر من 7000 مصلي. وللمهتمين لا تفوتون مكتبة مركز أحمد الفاتح الإسلامي، وهي مكتبة ضخمة فيها أكثر من 7000 كتاب في مجالات العلوم الشرعية. مثل ما تشوفون طبعا يزين الجامع بلورات مضيئة تعكس روح أو هدوء المكان الروحاني، وأيضا السجاد اللي تشوفونه هني مفروش في الجامع تم جلبه من دولة أيرلندا. تم بناء المسجد للتعرف على تعاليم الدين الإسلامي ونشره بالعالم العربي والغربي. لما تدخلون الجامع بتحسون بفخامة المكان، فبتشوفون الأرضية كلها مصنوعة من الرخام الإيطالي، وأيضاً الجدران كلها منقوشة بآيات القرآن الكريم ومخطوطات بالخط العربي الكوفي، وغير كذي موجود أيضاً الثريا المصنوعة من الرخام النمساوي.
يضم جامع أحمد الفاتح مكتبة ضخمة سميت بمكتبة مركز أحمد الفاتح الإسلامي، حيث تضم أكثر من 7000 كتاب من أقدم الكتب الدينية والعربية ككتب الفقه والشريعة الإسلامية. من جامع أحمد الفاتح ننتقل إلى أكبر مقر ثقافي في مملكة البحرين، وهو مركز عيسى الثقافي اللي تم افتتاحه في 18 ديسمبر عام 2008. مركز عيسى الثقافي كنز معرفي بمعنى الكلمة، يحتوي على فضاءات ثقافية متنوعة، وهي مركز الوثائق التاريخية، المكتبة الوطنية، المكتبة الإلكترونية، صالات عرض وقاعات مؤتمرات وندوات، الأرشيف الوطني، ومكتبة الأطفال. ويهدف المركز إلى توفير الكتب والمطبوعات في مختلف حقول المعرفة والثقافة والمحافظة عليها، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية الهادفة، والعناية بالتراث الحضاري العربي والإسلامي، والتعريف بثقافة مملكة البحرين وتاريخها الحضاري، وتنمية الحوار بين الثقافات والحضارات، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الإبداع الفكري والثقافي على الصعيد الوطني. يعتبر مركز عيسى الثقافي صرح فريد من نوعه، فنلقاه يجمع ما بين الطابع التقليدي المعماري وأيضاً التقنية المتطورة. محطتنا التالية بتكون في مجمع الواحة، واللي تم افتتاحه في عام 2018. تم افتتاح مجمع الواحة في الجفير ليأتي تزامناً مع احتفالات مجموعة الراشد بالذكرى السنوية 45 لتأسيسها، ويمتد الواحة مول على مساحة تزيد عن 60,000 متر مربع. ويضم المجمع أشهر العلامات التجارية العالمية وعدد كبير من العلامات التجارية البحرينية أيضاً. يضم المجمع 65 محل تجاري، منها علامات محلية وأيضاً عالمية. ويعد وجهة مثالية لجميع أفراد الأسرة لما يقدمه من العديد من خيارات التسوق. يعتبر مجمع الواحة
هالوجهة المناسبة للعائلة، لأن بتلاقون في صالة خاصة للألعاب. عشاق العروض السينمائية ممكن أن أنتوا تلاقون 10 صالات لعرض الأفلام موجودة هني في مجمع الواحة. صار وقت الغداء، فاخترنا اليوم السفرة التركية وتحديداً مطعم أحمد أسطى. مثل ما تشوفون المطعم مشهور جدا باللحوم وعندهم عدة فروع حول العالم، أما الحين خلوني أستمتع بغداي.
طبعا هذه الجولة التالية مثل ما تشوفون متحمسة ومتشوقة لها، لأن راح تكون في تشالنج تشامبرز. احنا اليوم موجودين هني بنجرب هذه التحديات وبناخذكم معنا. طبعا هذه المكان الأول من نوعه، من هذه النوع من التحديات، وتم افتتاحه تحديدا في عام 2015. يلا نجرب. بسم الله، ما نعرف بنقدر نحل الموضوع في 20 دقيقة ولا لا. تعالوا معنا خلينا ندور. نكتب 212. 212 توقعون حق شنو؟ ساعدوني. لك اهني فيه. وصلنا كلو. توقعون شنو ذي؟ أكيد في لا تكملة. ستة وواحد. أكيد في شيء في الكتب. Chapter 13. لقيناها. إحنا حصلنا الأرقام، إن شاء الله يطلع صح. والله تبطل. أزرق. في شيء مكتوب على الحروف. You will die back here. لا. تقوم بنطلع. في كودز هني. Keep looking, you will die here. K equals A. حصلتها. خل نجرب. خلاص حليتها. لازم تجون تجربون المكان، وايد حلو.
ختام جولتنا لليوم ما زلنا في قلب العاصمة المنامة، وبالتحديد من مجمع 338 المشهور والمليء بالمطاعم والمقاهي والمعارض الفنية والمحلات التجارية. وصلنا لختام جولتنا لليوم، وقررت أخذ لي قهوة من المقهى البحريني 1111 اللي تم افتتاحها في عام 2018. أقول لكم نشوفكم في حلقة جاية هني في البحرين.